بدأنا التسجيل، أوكي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نجدد اللقاء معكم اليوم عبر محاضراتنا في اللجنة الثقافية بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية، بلقاء جديد ومحاضرة جديدة يقدمها لنا الأستاذ الفاضل سعد السعد بعنوان اعتماد منظمة السياحة العالمية للبرامج الأكاديمية للسياحة والضيافة. نقدم دكتور سعد. فدكتور سعد السعد هو عضو هيئة تدريس في برنامج الإرشاد السياحي قسم التاريخ والحضارة الإسلامية في جامعة الشارقة فرع الكلباء، حاصل على دكتوراه في الفلسفة في الإدارة السياحية جامعة إشتات إنجولشتات في ألمانيا، وماجستير في إدارة المصادر التراثية جامعة اليرموك إربد الأردن، ماجستير في إدارة المصادر السياحية جامعة فالنسيا إسبانيا، ودبلوم في دبلوم عالي في الإعداد المهني المتكامل للإدارة السياحية الخاصة بالمصادر الطبيعية والثقافية جامعة فالنسيا إسبانيا، بكالوريوس في الإدارة العامة جامعة اليرموك إربد الأردن. للدكتور سعد أنشطة مهنية مثل حضوره لندوة عن طريق التعلم عن بعد حول اقتصاد وإدارة التراث الحضاري في كلية الاقتصاد جامعة تروفرجيت درتا في روما بإيطاليا، كذلك الدورة الأولى المقدمة حول الإعداد المهني المتكامل للإدارة السياحية الخاصة بالمصادر الطبيعية والثقافية مطبق في على موقع البتراء في جامعة فالنسيا إسبانيا، كذلك الدورة الثانية المقدمة حول الإعداد المهني المتكامل للإدارة السياحية الخاصة بالمصادر الطبيعية والثقافية مطبق أيضا على موقع البتراء من جامعة فالنسيا إسبانيا، وندوة مهنية حول حفظ التراث الحضاري التي انعقدت في الأردن، وقد كانت الجامعات المشاركة في هذه الندوة جامعة اليرموك إربد في الأردن، وجامعة أرسطو في ثيسالونيكي اليونان، ومختبرات راثجن في برلين بألمانيا. كذلك شارك في برنامج تبادل ثقافي وأعد، وكذلك مشروع إدارة وإعداد التأهيل للمدن الإسلامية للتاريخ في مدينة السلط بالأردن. الدكتور سعد السعد يتقن 3 لغات، اللغة العربية وهي لغته الأم، وكذا والإنجليزية والألمانية. له عضوات في لجان علمية وفنية نذكر منها، هو عضو في قسم التاريخ والحضارة الإسلامية فرع كلباء، في لجنة الاختبارات وجدول الدراسات والجدول الدراسي، وعضو في لجنة الخطط والمناهج، ولجنة الإرشاد الأكاديمي، ولجنة خدمة المجتمع واستقطاب الطلبة. كذلك هو عضو في جامعة اليرموك في قسم السياحة والسفر، عضو لجنة الدراسات العليا ورئيس لجنة الدراسات العليا، وعضو لجنة الخطة والامتحانات، وعضو لجنة معادلة المساقات، ولجنة الاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة، وعضو لجان 8 ترقيات لأعضاء هيئة التدريس. كذلك هو عضو لجنة متابعة الخريجين. كذلك هو عضو في لجنة المكتبة بجامعة اليرموك، ولجنة الإرشاد الأكاديمي، ولجنة الموقع الإلكتروني، ولجنة الدراسات العليا، عضو لجنة الجودة والاعتماد الأكاديمي. أما كذلك في جامعة اليرموك هو عضو في مجلس البحث العلمي والدراسات العليا، وعضو مجلس الجامعة، وعضو لجنة الجامعة والمجتمع المحلي، وعضو لجنة الشؤون الطلابية. هذا من 2017 حتى 2019. نشر الدكتور سعد السعد عدد كبير من البحوث العلمية في مجلات علمية وعالمية، وأشرف على عدد من الرسائل العلمية والمشاريع. حصل الدكتور سعد على جائزة استحقاق من أفضل بحث مقدم بعنوان خطة إدارية لموقع أم قيس الأثري، وصف وتقييم، من خلال المشاركة في الدورة الأولى المتقدمة حول الإعداد المهني المتكامل للإدارة السياحية الخاصة بالمصادر الطبيعية والثقافية ومطبق على موقع البتراء.
كذلك جائزة استحقاق، وذلك للأداء المتميز والمشاركة الفعالة في الدورة الأولى المتقدمة حول الإعداد المهني المتكامل للإدارة السياحية الخاصة بالمصادر الطبيعية والثقافية، وطبق ذلك في موقع البتراء في جامعة فالنسيا بإسبانيا، هذا الكلام 2006. سيكون متميزا أيضا في هذه المحاضرة الجميلة، فليتقدم الدكتور ممنونين له ويعذرنا على الاختصار لسيرته المليئة ما شاء الله بالإنجازات. تفضل دكتور. الله يسلمك دكتورة بدرية، وشكرا جزيلا على الكلام الطيب. يعني أنت ما شاء الله دائما حضورك الأكاديمي مميز، وحضورك حتى على الصعيد الشخصي دائما طيب وكلامك طيب، وأنا أفتخر صدقا يعني بالكلام اللي حكيتي، وإن شاء الله أنه نكون يعني إضافة نوعية للقسم ولبرنامج الإرشاد السياحي، يعني بما يعزز الاعتماد الأكاديمي سواء على مستوى الاعتماد الخاص أو الاعتماد العام، وإن شاء الله إذا يكون في يعني جهد مشتركة إن شاء الله للاعتماد الدولي اللي إن شاء الله أنا اليوم راح أحكي عنه، اللي هو الاعتماد الدولي من منظمة السياحة العالمية UNWTO TEDCON. وحياك الله، تفضل. الله يحفظك دكتورة. اليوم إن شاء الله محاضرتي راح تكون هي يعني زي محاضرة وورشة عمل إن شاء الله حول موضوع يهم أعضاء هيئة التدريس في أي برنامج يكون يتعلق بالسياحة والضيافة، وأيضا يهم يعني طلابتنا الأعزاء. فأنا أرحب بزملائي الدكاترة وأرحب بأعزائي الطلاب، وهذا الموضوع يعني هو موضوع في البداية يحتاج إلى مجهود كبير من جميع أعضاء التدريس، ليس فقط أعضاء التدريس في القسم أو البرنامج، وإنما يحتاج إلى جهود متضافرة من جميع من هو في الجامعة سواء على مستوى الإدارة العليا أو الإدارة الوسطى أو الإدارة الدنيا، حتى يكون في هناك تشاركي، لأنه هذا هو هذا البرنامج اللي هو UNWTO TEDCOL هو عبارة عن عمل مستمر، والعمل المستمر يعني كله يصب في مصلحة الطالب. يعني لما يعني أنا كنت رئيس قسم في جامعة اليرموك الحاصل على هذا الاعتماد، ولما إجوا الأوديتورز من مدريد من منظمة السياحة العالمية، فكان أول شيء حكوه إنه إحنا أكثر شيء بهمنا ليس هو البيبر وورك بقدر ما يكون في هناك البرودكت في كواليتي، اللي هو البرودكت تبعنا دائما وأبدا، البرودكت أي جامعة هو الطالب. فكان دائما وأبدا محور نقاشهم لما إجوا التدقيق من مدريد إنه هل الطالب هو محور كل شيء في الجامعة أو لا. فإحنا دائما وأبدا بهمنا أعزائنا الطلاب يكونوا دائما بأفضل حال، ويكون تحصيلهم الأكاديمي جيد، ونحاول نوفر لهم البيئة الأكاديمية والبيئة حتى على المستوى الشخصي، الدعم الثقافي والاجتماعي، وحتى على المستوى الشخصي حتى يكونوا بأفضل أداء سواء كان على مستوى التحصيل الأكاديمي أو على المستوى الثقافي أو الاجتماعي، لأنه هذا أيضا حتى المستوى الثقافي والاجتماعي والرياضي هو محور، حتى وإن كان يعني محور قليل أو قليل الوزن من ناحية الويت، يعني لأنه هذا الاعتماد هو كل area of analysis، أو كل يعني هو عبارة عن 5 areas of analysis لازم يعني تغطي أنت علامة معينة من كل area. ففي معيار أو في area بيكون عليها علامة للاهتمام الشخصي من عضو هيئة التدريس للطالب. بالبداية بحب أحكي عن UNWTO بالأول. UNWTO طبعاً يعني بدي يعذروني زملائي الدكاترة في أشياء ممكن أحكيها بشكل مبسط أنتوا تعرفوها بالشكل الجيد، ولكن مشان مراعاة الفروقات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب. UNWTO هي منظمة السياحة العالمية، هي United Nations World Tourism Organization، وهي المسؤولة عن
إصدار إحصائيات تخص الدول بخصوص الإحصائيات السياحية والفندقية وأعداد السياح وتوريزم ريسيبتس اللي هي الإيرادات السياحية في كل دول العالم. طبعا منظمة السياحة العالمية يكون فيها حوالي 157 عضو اللي هي دول يعني مشتركة بمنظمة السياحة العالمية، ومنظمة السياحة العالمية هي أحد المنظمات التي تنطوي تحت ما يسمى بالأمم المتحدة الـ United Nations، زي ما نحكي مثلاً United Nations World Health Organization اللي هي منظمة الصحة العالمية أو منظمة التجارة العالمية أو منظمة السياحة العالمية. نأتي للمصطلح الثاني تليكوال اللي هو Tourism Education Equality اللي هو الجودة في التعليم السياحي. يعني هذا التقييم يكون مسؤول عنه منظمة اسمها فيمس، لاحظون هنا موجود على الصفحة الأولى اللي هو الشعار هذا تيد كوال تحتيه UNWTO فيمس. فيمس اللي هي منظمة تنطوي أو تكون تحت إشراف منظمة السياحة العالمية، يعني وتعمل تحت مظلة منظمة السياحة العالمية. إذن الجهة التي تشرف على هذا الاعتماد هي منظمة ثيمس. ثيمس تكون جزء أو جناح من منظمة السياحة العالمية. طبعاً هذه الشهادة تعطى للبرامج التي تعنى بالسياحة والضيافة بشكل خاص، سواء كانت بكالوريوس أو ماجستير أو دكتورة. أكثر دولة حاصلة على هذا الاعتماد، أو عفواً أكثر كلية حاصلة على هذا على كم من الاعتمادات، هي تقريباً عندها أكثر من 20 اعتماد اللي هي هونغ كونغ بوليتكنيك كوليدج في الصين. زي ما حكينا عن منظمة السياحة العالمية، هي تقريباً أكبر جهة منظمة وتصدر عنها الإحصائيات في العالم، وتم تأسيسها أو تم يعني إنشائها عام 1957، وهي يعني أصبحت جهة متخصصة بهذا الشيء بالسياحة في عام 2003. هدف منظمة السياحة العالمية اللي هي يعني توفير بيئة تنافسية سواء على الصعيد السياحي أو الفندقي، أيضا اللي هي الترويج دائما للسياحة المستدامة، والسياحة المستدامة هي يعني تكون مبنية على الاستدامة الاقتصادية والاستدامة الاجتماعية والاستدامة الثقافية، حتى يكون في هناك توازن بين كل هذه الأبعاد التي تتعلق بالسياحة المستدامة. بالإضافة أنه هذه المنظمة شأنها شأن كثير من المنظمات التي تقع تحت الأمم المتحدة اللي هي مكافحة الفقر من خلال السياحة. الآن التيد كوال هو يعني زي ما حكيت لكم هو جزء أو يعني برنامج يدار من قبل فيمس فاونديشن تحت مظلة منظمة السياحة العالمية، وهو أيضا يعني هي الجهة المسؤولة عن منح هكذا اعتماد لأي جامعة أو أي هي على فكرة هذا الاعتماد لا يمنح للجامعة ولا للكلية ولا للقسم، هو يمنح للبرامج فقط، يعني يكون في اعتماد لبرنامج معين ضمن قسم معين أو كلية معينة. طبعاً هذا النظام هو مربوط بأكاديمية منظمة السياحة العالمية، وهي أداة is a tool to assure the quality of tourism sector education، حتى نتأكد يعني هدف هذا التقييم أو الاعتماد هو لما يجي الأوديت الأوديتورز على قسم معين أو برنامج معين أنهم يتأكدوا أنه في quality في التعليم السياحي. وهذا طبعا يقيس أداء أعضاء هيئة التدريس، يقيس أيضا الإدارة العليا، يعني يتدخل في كل شيء، يعني هم يبحثون في كل شيء يتعلق بالطالب، حتى زي ما حكيت لكم النشاطات الاجتماعية والثقافية والتأمين والصحة والجندر إكويتي
وكل شيء يعني، وحتى الانترناشناليزيشن يتدخلوا فيه بشكل كبير. وكل هذا هدفه انه يطوروا من 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 جوده التعليم السياحي والتدريب السياحي، وايضا البرامج البحثيه المتعلقه بالبرنامج. طبعا نظام الاعتماد هذا هو يكون له يعني يكون يتم تقييمه بناء على اكثر من جانب، يغطي مثلا الستادي بلان، يغطي مثلا الطالب بجميع الاشياء المرتبطه فيه، سواء كانت البلان، سواء كانت الكريكولم اللي هو المنهاج الدراسي، ايضا في جانب اللي هو فيزيكال اللي هو الانفراستراكشر اند بيداجوجيكال سبورت بوليسيز تولز، اللي هي ايضا البنيه التحتيه سواء من ناحيه أماكن تدريب، أنظمة زي مثلا أنظمة الحجوزات الفندقية أو السياحية، أيضا السياسات، الأدوات التي يعني تستخدمها إدارة الجامعة والأكاديميين في تدريس الطالب. أيضا يكون في هناك ينظرون إلى ما يسمى بآليات دعم، آليات دعم الإدارة للعملية التدريسية، بالإضافة the relevance of the content of the program of study to respect the needs of the tourism sector. يعني في مرحلة من المراحل لما يجوا الأودت علينا حتى يشوفوا إحنا كيف حتى صغنا الخطة الدراسية، فطلعوا على طلبوا منا إنه هل أنتوا عملتوا سيرفي على التوريزم اندستري؟ هل عملتوا سيرفي على الستيك هولدرز؟ هل استشرتوهم في بناء الخطة أم لا؟ أيضا هم لهم إضافات كمان، يعني إضافوا عنا كم مساق لأنهم اطلعوا على الخطة وشافوا أن الخطة فيها خلل، وبالتالي يجب إضافة عدد من المساقات. أتذكر أنهم كانوا، لأنه إحنا الآن حاصلين على الاعتماد، حصلنا على الاعتماد لأول في أول مرة حصلنا عليه لمدة سنة، وبعدين تم التمديد لمدة 3 سنوات. فكان في المرة الأولى طلبوا منا إضافة مساقات في البزنس والاقتصاد. هناك المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، يعني هو هذا البرنامج أو هذا الاعتماد يركز أيضا بشكل رئيسي على المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة. المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة there are 10 articles of global code of ethics، يعني 10 مبادئ يجب ان تكون البرنامج الاكاديمي يراعي هذه ال 10 global code of ethics او 10 articles of the global code of ethics. ايضا تطبيق للglobal code of ethics يجب ان يكون من خلال عمل أنشطة في القسم وفي البرنامج حتى يتم إدخال الجلوبال كود اوف إثكس في كل أريا من في كل أريا من التقييم. يعني في 5 areas of analysis، في تقريبا 5 جوانب للتقييم، اللي هي الستودنتس والكريكولم والمانجمنت والفاكولتي. فحتى يعني طبعا كل شيء لازم يكون على ايفيدنس، يعني ايفيدنس سواء بالنسبه للسيلف اسسمنت او بالنسبه للجلوبال كود اوف ايثكس ابلكيشن اوف كود اوف ايثكس، كل هذا لازم يكون في ادله. يعني السيلف اسسمنت يعني لو اورجيكم اياه الان يعني في تفاصيل كثيرة جدا، وفي المانيوال اللي من خلاله احنا نكون نراعي كل نقطة في، يعني يدلونا بالمانيوال كيف احنا ممكن نشتغل. فهذه تقريبا السلف اسسمنت والتفاصيل اللي موجودة فيه. طبعا انا ما راح اخوض في التفاصيل لانه الشغل يعني كثير جدا في اعداد السلف اسسمنت، يعني تقريبا احنا اخذ منا حوالي 3 سنوات لإعداد ملف التدكوا.
3 سنوات جهد متواصل، بالإضافة إلى دعم من الوكالة الدولية الأمريكية اللي هي USAID. حصلنا على دعم مشروع منهم بحوالي 177 ألف دولار، وحتى كان الدعم ليس فقط مادي وإنما أيضا معنوي، كان في هناك ورشات تدريبية على الحصول على هذا البرنامج. فهذا تقريبا السيلف اسسمنت بيعطينا ما معنى التدكوال والاسبكتس والستيجز، اللي هي شو مراحل الحصول على الاعتماد الدولي، وايضا شو هي الكوستس والبنفيتس، يعني انت شو راح تتكلف كجامعه، شو راح تتكلف ككليه وكبرنامج، بالاضافه شو الفوائد اللي انت راح تحصل عليها. طبعا انا هذه الاشياء كلها يعني ما راح اخوض فيها في التفصيل، ولكن حاطها في البرزنتيشن حتى احكي عنها بشكل مقتضب، لانه يعني هذا السيلف اسسمنت هو المانيوال حوالي تقريبا 77 صفحه. الان الجلوبال كود اوف ايثكس هي بشكل مبسط يعني هي تقريبا 10 ارتكلز، ولكن أنا ما راح أحكي عن التن أرتيكلز لأنه فيها تفاصيل كثيرة، ولكن هي تركز على promoting tourism and world peace، اللي هي يكون الترويج للسياحة والسلام العالمي من خلال السياحة. أيضا يكون ما في discrimination اللي هو التمييز بين أبيض وأسود، بين ذكر وأنثى، يكون في نوع من الـ يعني الاحترام للجميع في الحقوق والواجبات. مالتي كالتشراليزم يعني هذا كمان من أهم الأشياء اللي بركزوا عليها، إنه هل الطالب تبعك وإنت عم تشرح له، هل هذا الطالب إنت عم تحكي له كيس ستاديز عالمية أم بتركز فقط على البلد؟ يعني إنت بتركز على موقع، مثلا إذا كنت أردني بتركز على موقع البتراء، إذا كنت مصري بتركز على مثلاً الأهرامات، إذا كنت سوري بتركز على تدمر، أم إنك تتناول السياحة من منظور عالمي وبتحاول يعني تجعل الطالب عنده أفق واسعة، تفكير بشكل مختلف. أيضاً تطبيق مثلاً حتى لو كان في عندك سيستم بتدرس الطالب عليه من خلال مثلاً البرنامج سيبر جي دي أس اللي هو Global Distribution System، هل أنت بتعطيه كيس ستاديز؟ الكيس ستاديز هذه هل هي بتكون فقط على الدولة تبعك، أم أنك أنت بتحاول تخلي البرنامج انترناشنالي، يعني بتخلي البرنامج عالمي وبتخلي الطالب يفكر بشكل عالمي. لأنه أحد فوائد التدكوال أنه أنت بصير لك تدخل على شبكة المؤسسات الحاصلة على الاعتماد الدولي، بصير في تنظيم أو اشتراك في إيفنتس، في فعاليات على مستوى العالم، وهذه الفعاليات بيكون فيها exchange students, exchange of staff، يعني بيكون فيها تبادل أعضاء التدريس، تبادل طلبة، حضور فعاليات دولية سواء على مستوى الطلبة أو على مستوى أعضاء التدريس. أحياناً بيكون في كمان إشراك الإداريين بالنسبة لهذا يعني بالنسبة بالإشتراك بهذه الفعاليات. Freedom of movement، حق السياحة وحق السفر هو حق للجميع، يجب ترسيخ هذه المبادئ في أذهان الطلبة. Freedom of employment اللي هي الحرية أو المساواة في التوظيف، حتى يكون كمان هذه يستفيد منها الطالب، هو إذا كان على مستوى عالمي وكان التدريس في الجامعة والكلية على مستوى عالمي وإدخال مثلا المصطلحات العالمية وكان التدريس في اللغة الإنجليزية، أنا عارف أنه إحنا مؤسساتنا يعني لا تتبنى يعني التدريس بشكل كامل باللغة الإنجليزية، وإحنا يعني نعتز بلغتنا العربية، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز وتقوية للغة الطالب وخصوصا اللغة الإنجليزية، وهذا يركزوا عليه لأنهم كمان الأودت يعني جانب من التدقيق على ملفات الاعتماد، يكونوا يعملوا مقابلات مع ضاهي التدريس باللغة الإنجليزية، ويكونوا يعملوا مقابلات مع الطلاب وأولياء أمور الطلبة كمان باللغة الإنجليزية، وطبعاً يكون الاختيار بشكل عشوائي، وليس يعني أنه مثلاً يكون مرتب بشكل مسبق مع مثلاً إدارة الجامعة أو إدارة الكلية أو إدارة القسم،
لا، يكون يتم استدعاء مثلا مجموعة من الطلاب، مجموعة من الأهالي، وأيضا مجموعة من أعضاء التدريس، ويكون في نوع من الحديث الموسع حول التعليم وجودة التعليم في هذا البرنامج. أيضا التدكوال له جانب من الاستدامة، وأكيد المؤسسة يجب أن تكون معنية بتطبيق معايير أو مبادئ المدونة العالمية لأخلاقيات السياحية لأخلاقيات السياحة، حتى تطور من الكلية ومن البرنامج، وتصير البرنامج يعني على مستوى متميز من التعليم والبحث العلمي وتقديم الخدمات الاجتماعية، وأيضا اللي هي تقديم الخدمات الاجتماعية اللي هي خدمة المجتمع. إحنا عندنا مثلا موجودة مثلا في جامعة الشارقة اللي هي خدمة المجتمع، هل الجامعة تقوم بدورها، أو هل هذا البرنامج يقوم بدوره في خدمة المجتمع، حتى يكون في يعني يكون هذا البرنامج أيضا له مساهمة كبيرة في التنمية المستدامة، ليس فقط في السياحة على مستوى الدولة، وإنما أيضا على مستوى العالم، حتى لو كان في نشاطات حتى لو كانت قليلة مقارنة بالنشاطات التي تتم داخل الدولة. الآن نأتي إلى الخارطة العالمية للمؤسسات الحاصلة على الاعتماد الدولي من منظمة السياحة العالمية تيدكوان. نشوف إنه آسيا اللي هي القارة اللي احنا ساكنين فيها أو موجودين فيها، هي لها نصيب الأسد بحوالي 113 برنامج من 7 مؤسسات. يعني تخيلوا إنه 7 مؤسسات أكاديمية حاصلة على 113 برنامج. طبعا أنا على علم واطلاع إنه هي البوليتكنيك، هونغ كونغ بوليتكنيك كوليدج، أو عفوا هونغ كونغ بوليتكنيك يونيفرسيتي اللي هي في الصين، هذه تقريبا أكثر مؤسسة أكاديمية حاصلة على الاعتماد الدولي. مشان هيك إحنا بنشوف حصة الأسد جاي لآسيا، وبعديها يأتي أوروبا اللي هي تقريبا تخيلوا 14 مؤسسة حاصلة على 53 اعتماد لبرامج، ويأتي بعدها أمريكا ب 39 برنامج من 10 مؤسسات. فإحنا نقارن نسبة المؤسسات بنسبة البرامج، نشوف إنه أقل عدد من أقل عدد من المؤسسات وأكبر عدد من البرامج. طبعاً هذا لأنه في الصين، الصين تقريباً هي أكثر دولة حاصلة على الاعتماد الدولي من منظمة السياحة العالمية. طبعاً هذا فقط يعني ليس فقط على المستوى يعني زملائي بيعرفوا اللي بكتبوا في البحث العلمي، وخصوصا في المجلات الهاي امباكت فاكتور زي مثلا انالز اوف توريزم ريسيرش وتوريزم مانجمنت والجورنال اوف ترافل ريسيرش. يعني اي شخص يعمل سيرفي على هذه المجلات يشوف مين الناس الناشرين فيها، راح تلاقي معظم الاسماء صينيين. الصين يعني الان في مجال السياحه، وخصوصا ب ب ب بسبب وجود الهونغ كونغ بوليتكنيك يونيفرسيتي، تقريبا هذه افضل جامعه تدرس حتى في التصنيف العالمي، هي تقريبا اعلى تصنيف، اعلى حتى من البورنموث يونيفرسيتي في بريطانيا. الان ناتي الى الخارطه، خارطه الدول، واين تركيز تركيز الاعتمادات الدولية الخاصة بالتدكوال وين موجودة. هذه تقريبا الخارطة تشوفوها، ولكن هي ليست واضحة، ولكن أنا راح أدخل الآن على لينك مباشرة يورجينا المؤسسات الحاصلة على الاعتماد الدولي. هذه صفحة منظمة السياحة العالمية. فالآن نشوف الانستيتيوشنز، أنتم شايفين الآن الخارطة التفاعلية. الخارطة التفاعلية هذه ممكن نعمل عليها زوم ونشوف بالضبط وين تركيز البرامج. يعني الصين تقريبا، شوف الصين مثلا، الصين أكثر البرامج موجودة فيها. نشوف مثلا في منطقتنا العربية، منطقتنا العربية في تقريبا موديول يونيفرسيتي في دبي،
في الإمارات، وفي عندها كمان جامعة السلطان قابوس في عمان، وفي عندنا في أيضا في جامعة البهاء اللي هي في أتوقع في السعودية، وأيضا في عندنا في الأردن في ثلاث اعتمادات دولية اللي هي كلية عمون والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، بالإضافة إلى جامعة اليرموك، وكانت جامعة اليرموك هي آخر مؤسسة حاصلة على هذا الاعتماد له قبل حوالي 3 سنوات. الآن لما إحنا بنحصل التدكوان شو إحنا بنستفيد؟ يعني مثلا كثير من الزملاء من المؤسسات الأكاديمية سواء يعني داخل الأردن أو خارج الأردن أو في الإمارات أو في يعني إحنا عندنا علاقات مع أعضاء التدريس من كل الوطن العربي، بيسألك السؤال لما إحنا حصلنا الاعتماد الدولي شو أنتم بتستفيدوا من هذا البرنامج؟ أول شيء هو إثبات، هو مجرد إثبات لأن هذا البرنامج له جودة في التعليم السياحي وهو معتمد عالميا من أعلى مؤسسة اللي هي منظمة السياحة العالمية. أيضا it proves that academic programs have reached the international level، لأنه إحنا زي كأننا بنشتغل على مستوى عالمي وليس على مستوى المحلي أو المستوى الوطني. أيضا الـ international recognition ما بيوقف هون، أيضا أنه أنت أصبحت جامعة قائدة للإندستري، يعني أنت عبارة عن مؤسسة تقود الإندستري، أنت مؤسسة أكاديمية تقود الإندستري. كيف يعني تقود الصناعة؟ تقود صناعة السياحة، لأنه أنت عم بتخرج شباب وشابات هم يكونوا قادة هذه المؤسسات السياحية وقادة صناعة السياحة في البلد، وبالتالي المؤسسة الحاصلة على هذا الاعتماد وإذا كان فيها التدريس على مستوى عالي من الجودة فتكون هذه المؤسسة هي بمثابة قائد لصناعة السياحة والضيافة في البلد وحتى في المنطقة. It also allows you to take advantage of networking opportunities here from high-level industry speakers and raise your professional profile. أيضا هي تعطيك فائدة النتوركينج والتشبيك مع جهات عالمية، يصير أنت عضو وتصير أنت يعني كمؤسسة كأعضاء التدريس تكون شارك في هذه النتوركينج في الإيفنتس اللي تصير على مستوى العالم، تستضيفها جامعات حاصل على هذا الاعتماد. أيضا being recognized as the UNWTO program means that you will be encouraged to أنت تشارك في هذه الإيفنتس وتكون أنت دائما في برامج التبادل سواء كانت برامج تبادل أعضاء التدريس أو تبادل طلبة. Obtain placements in the most prestigious tourism organizations in the world، أنت حصلت مكان لك في في أكثر المؤسسات السياحية أو المؤسسات الأكاديمية السياحية ذات الصيت العالي في العالم. أيضا by joining network you'll be able to build further connections with universities and institutions and research collaboration. ايضا اذا كان في هناك تفعيل للتدكوال او كان في هناك نشاط مستمر، يعني هو ليس فقط انه احنا نحصل على التدكوال وانما يجب ان يكون هناك في فاعلية من اعضاء التدريس بالتشبيك وبعقد الايفنتس اللي تكون على مستوى العالم حتى يكون في هناك فائدة ليس فقط على مستوى الإيفنتس وإنما هذه الإيفنتس تكون هي فرصة لالتقاء أعضاء التدريس حتى يكونوا يتشاركوا الأفكار البحثية وممكن في المستقبل يطوروا أفكار وعفوا تكون الأفكار تطبق إلى مشاريع وأبحاث تكون يعني بين الجهات أو المؤسسات المعنية بهذا الإيفنتس أو لحضرة هذه الإيفنتس، ينبثق عنها مشاريع بحثية حقيقية ومشاريع دولية تكون تفيد الجانبين. هذه عبارة عن تهنئة من USAID
لما احنا حصلنا على التدكوال في برنامج الإدارة السياحية، فكان هو يعني هم كانوا الداعم الرئيسي لنا سواء من حيث الجانب المادي أو الجانب التقني. الآن نأتي إلى يعني العمق. ما كان ما تحدثنا عنه سابقا هو كان عبارة عن كلام عام، الآن نأتي إلى الشغل الحقيقي، إنه إحنا شو لازم نعمل حتى نحصل على الاعتماد الدولي من منظمة السياحة العالمية. وهذا تقريبا هو الكلام التقني. الجانب الأول هو كان جانب عام، الآن الجانب التقني اللي هو يجب على المؤسسة التي ترغب في أنها تحصل على الاعتماد الدولي أنها تهتم فيه بشكل كبير. أول شيء يجب أنه إحنا نعمل self evaluation، لأنه self evaluation يعني إحنا نقيم أنفسنا، إحنا شو عنا أو شو ما عنا. طبعا في standards، في self assessment، في form للself assessment هما بيعطونا إياه، وإحنا نبلش point by point point by point نشوف شو إحنا موجود عنا وشو مش موجود عنا، ونحاول أن يكون في عنا في المستقبل القريب طبعا وليس البعيد يكون في عنا action plan. إحنا نقيم أنفسنا، وبعد ما نقيم أنفسنا يكون في عنا action plan نغطي النواقص اللي موجودة عنا سواء على مستوى الجامعة، على مستوى الكلية، أو على مستوى القسم والبرنامج. فهذه طبعا self evaluation يجب أن يكون مترافق في evidences اللي هي تكون الإثباتات التي تدعم ما تم كتابته في self assessment. بعدين يأتي list of documents to be collected حتى إحنا نقدمها. بعد ما نجمع هذه documents مع self evaluation بيكون في عنا in situ audit اللي هو التدقيق من قبل موظفين من او مدققين من اعضاء من عفوا من منظمه السياحه العالميه اللي هي حكينا عنها اللي هي ثيمس فاونديشن. ياتوا مدققين، وبالعاده ياتي ممكن ياتي مدقق واحد، احيانا ياتي مدققين اثنين، ويشوفوا السلف اسسمنت والليست اوف دوكيومنتس اللي احنا جمعناها حتى نقدمها للاعتماد. طبعا السلف أسسمنت والأوراق اللي إحنا لازم نجمعها هي تقريبا تتضمن 5 areas of analysis. يعني إحنا في عنا تقريبا 5 يعني نحكي 5 جوانب يجب مراعاتها في السلف أسسمنت اللي هو التقييم الذاتي، والأوراق والوثائق اللي إحنا يجب أن نرفقها عند التقديم للحصول على الاعتماد الدولي. لأنه الأوديت لما يجي هو بيركز على يعني زي ما حكيت لكم على جميع الجوانب، ولكن يعطي أهمية خاصة للستودنتس. مشان هيك أنا في البرزنتيشن تبعي حطيت الستودنتس نمبر 1 اللي هو من فوق، أو لأنه هو تقريبا كل شيء يعني يتحدث عنه يكون محوره الستودنتس. يعني مثلا تناولوا جانب الإدارة، تناولوا جانب الموظفين، حكوا معنا في جانب التوظيف وكيفية التوظيف والمنهج الدراسي وكيفية تدريس المنهج الدراسي وما هي الأساليب المتبعة في تدريس المنهج الدراسي. كل هذا يعني حتى وإن كان تطرق لك للإمبلويرز أو المانجمنت أو الفاكولتي، يعني دغري يعني ينتقل من الإمبلويرز دغري يدخل لك على الستودنتس. هل هذا عكسته على students؟ هل عكسته على Google Code of Ethics؟ لأنه هو يقول لك the core area of analysis is students. يعني لف وتعال وروح، ولكن أنت تبقى المحور الرئيسي تبعك هو محور الطالب. الآن أنا يعني في عندنا 5 areas of analysis زي ما حكيت، ولكن أنا رح يعني راح أدخل في العمق، ولكن ليس في العمق في كل شيء، لأنه الـ areas of analysis فيها تفصيلات كثيرة، فأنا فقط أتناول 2 areas هما تقريبا أهم 2 areas اللي هما الـ students والmanagement اللي هما الإدارة والطالب. وحتى لما أدخل في الـ students والmanagement ما راح يعني أحكي بشكل يعني بشكل عميق، لأنه التفاصيل كثيرة. يعني لو
يعني الحكي فيها يطول، لأنه تقريبا حكيت لكم إحنا 3 سنوات شغل متواصل لتغطية الـ self assessment والـ list of documents to be supported by by the file. الآن زي ما حكيت لكم الـ core area of analysis here the students with the second one اللي هي the management الإدارة. الآن the aim of this process is to verify that the program has enabled efficient mechanisms. اللي هي شو يعني efficient mechanisms؟ اللي هي الآليات الفعالة للتواصل والتنسيق مع الطالب. يجوز واحد يقول دكتور طب ليش يعني ليش ما هي التدريس؟ لا، مهم جدا موضوع التواصل، ومهم جدا موضوع التنسيق مع الطالب، لأنه هو يعني أنت كيف تتواصل معه قبل ما يدخل على البرنامج، وأثناء وجوده في البرنامج، وحتى بعد تخرجه من البرنامج. وطبعا هذا لازم يكون كله له actions وله evidences، يكون في فعاليات أقيمت على مستوى القسم وعلى مستوى البرنامج قبل وأثناء وبعد التخرج. يعني هي ليس فقط أثناء وجوده في الجامعة، وإنما قبل وجوده في الجامعة وبعد وجوده في الجامعة. ممكن واحد يسألني دكتور طيب كيف قبل وجوده في الجامعة؟ الآن بيكون في زيارات للمدارس، وخصوصا المدارس اللي تكون يعني ثانوية، اللي يعني الطلاب على وجه التخرج، يكون في زيارات ميدانية والشرح عن المؤسسة، مثلا نحكي جامعة الشارقة، البرامج اللي موجودة في جامعة الشارقة، حتى إحنا نحاول نستثير عند الطالب اهتماماته. يعني ممكن الطالب يهتم بجانب الطيران، ممكن الطالب يهتم بالجانب الفني، ممكن الطالب يهتم بالجانب الثقافي، ممكن الطالب يكون يعني يهتم بجانب مثلا الإدارة السياحية وتقديم الخدمات أو الطيران أو ما إلى ذلك. فهذه كلها يعني تكون ممكن غير ظاهرة للعيان أو لم يتم استثارتها عند الطالب. فأنت لما تقوم بعمل زيارات ميدانية للمدارس والشرح عن البرنامج والشرح عن القسم، ممكن هذا يكون في له أثر في أيضا استقطاب الطلبة. هل أنت تروج للبرنامج؟ هل أنت تسوق للبرنامج بشكل جيد قبل دخول الطالب للجامعة؟ أيضا during the admission process، وهذه يعني معظم زملائي يعني يعرفوا يعني ما تحتوي هذه من تفاصيل، من ناحية تسجيل، من ناحية تدريس، من ناحية متابعة، إرشاد وما إلى ذلك. أيضا post admission اللي هي بعد ما يتم قبول الطالب في البرنامج، كيف إحنا نتعامل معه، كيف نرشده، كيف نوجهه، كيف ندرسه وما إلى ذلك. Meeting the student's needs, administrative, academic, student welfare and curriculum support، اللي هي إحنا هل إحنا الجامعة أو المؤسسة هذه تراعي احتياجات الطلاب، احتياجات الطلاب على مستوى الإدارة، على مستوى الأكاديمية، على مستوى البرنامج، المنهاج، الأمور الاجتماعية والثقافية، هذه كلها يتم التدقيق عليها. أيضا في عنا assessment of the student's performance، هذا أيضا أثناء قبوله في البرنامج، أداء الطالب مهم جدا. evaluation of student satisfaction level، وهذا طبعا يعني في أشياء كثيرة هون موجودة في جامعة الشارقة بسبب ما شاء الله البنية التحتية والأنظمة والقوانين، وأيضا اللي هي متابعة آراء الطلاب حول أداء الجامعة وأداء أعضائي التدريس والإدارة وما إلى ذلك. فهذه يعني تكون نقطة يعني تحسب لجامعة الشارقة في حال أرادت التقدم إلى مثل هكذا اعتماد. post graduation follow up of students، اللي هي بعد التخرج أيضا إحنا لازم نكون في تواصل مع الطلاب. يعني مثلا يتم إنشاء مثلا صفحة تواصل اجتماعي أو alumni page، اللي هي alumni page اللي هي معظم الجامعات يكون إلها خلينا نحكي نادي خريجين أو صفحة زي نادي الخريجين تكون على صفحة الجامعة، ويقوم الطالب مثلا بالانضمام إلى هذه المجموعة. والجامعة أيضا يعني ليش يعني هي تكون مهمة للطالب؟ يعني إحنا لازم نخليها مهمة للطالب. كيف يعني؟ يعني إحنا مثلا ممكن نحط على هذه الألومناي بيج أو ألومناي ويب بيج، نكون نحط عليها مثلا إعلانات توظيف، فهو الطالب يقول لك أنا أشترك في هذه الألومناي بيج
حتى يصلني الإعلانات التي تخص التوظيف. طبعا يجب عمل إحصائيات حول توظيف الطلاب في مثلا نعمل لقاءات أيضا مع الخريجين ونسألهم ونعمل استبيان وين أنت مثلا تعينت، هل أنت تعينت مثلا في تخصصك أم تعينت بتخصص آخر، وأنت تعمل إحصائية وتزود منظمة السياحة العالمية فيها أنه إحنا مثلا عندنا نسبة 70% من الخريجين يعملون في تخصصاتهم، أو نسبة مثلاً 50% من الطلاب يعملون في تخصصاتهم، أو مثلاً نسبة 30% هم الآن قادة مؤسسات سياحية في صناعة السياحة على مستوى مثلاً الأردن أو على مستوى الوطن العربي. لأنه الآن مثلاً طلابنا في أماكن قيادية في منشآت سياحية أو بزنس سياحي، وهذا طبعاً يكون نقطة قوة للبرنامج المتقدم للحصول على الاعتماد. ايضا في يعني الجانب التسويقي اللي حكينا عنه من خلال الكوميونيكيشن بيفور اند ديورينج ذا ادمشن، اللي هو قبل واثناء البرنامج، اللي هو يكون في انتجريتد ماركتنج كوميونيكيشن، يعني هو تواصل وبنفس الوقت التسويق سواء قبل او اثناء البرنامج، لانه الطالب هو عباره عن سفير لك خارج الجامعه، فانت بهمك تعكس صوره جميله و تتواصل معه سواء من خلال الويب سايت، من خلال السوشيال ميديا، سواء هذا قبل أو بعد قبوله في الجامعة. أيضا لازم يكون في عندك الستودنت جايد موجود باللغة الإنجليزية، أيضا لازم يكون الستدي بلان أيضا موجودة باللغة الإنجليزية حتى يكون في الطالب أو صبغة البرنامج صبغة عالمية. Meeting the student needs اللي هي حكينا عنها، ولكن الآن راح أشرحها بالتفصيل، اللي هي مثلاً يكون في اهتمام بتسجيل الطالب، هل في نظام إلكتروني، هل في مثلاً متابعة إلكترونية، وهذا طبعاً جامعة الشارقة هي leading في هذا المجال، متابعة الطالب إلكترونياً، الأكاديميك ريكوردز تبعت الطالب، فهذه ممكن تكون نقطة قوة للبرنامج وللجامعة. Assessment of student performance، في عنا هل إحنا منساعد الطالب يعني formative or summative، اللي هو إحنا منساعده يتعلم أو منساعده في يعني أو كيف منقيم الطالب، يعني أنت بدك تكون في ثلاث مراحل لمساعدة الطالب أو ثلاث أسئلة تجاوب عليها في مساعدة الطالب أو كيفية مساعدة الطالب في التعلم وممارسة المهنة، اللي هي when, why and how، اللي هي throughout the course، when إمتى يعني متى يكون خلال الكورس، why identify gaps and improve learning عشان إحنا نخلي يطور الجانب التعليمي لديه، how by approaches اللي هي من خلال المنهجيات التعليم، زي مثلا احنا بنحكي دائما وابدا هون في البروبلم بيست ليرنينج او الكيس ستدي ليرنينج، اللي هي التعلم المبني على حل المشكلات او التعلم من خلال حالات الدراسه وهكذا. الان احنا كيف نقيم الستودنت بيرفورمانس؟ اس ستودنت بيرفورمانس اللي هي وين امتى، ات ذا اند اوف ذا انستراكشنال بيريود، اللي هي في نهايه خلينا نحكي الفصل او نهايه التخرج ايضا، و why collect evidence of student knowledge skill or proficiency، اللي هي احنا نجمع evidences من الامتحانات، من الواجبات، من النشاطات، how by exit learning products or a cumulative assessment، اللي هي اما من خلال المنتجات التعليمية او من خلال ادوات التقييم المتراكمة، اللي هي يعني في the end نجيب احنا متراكمة كيف يعني، يعني يكون مثلا الكورس هذا له امتحان، له اختبار، له واجب، له كذا، فيكون في عندنا بالاخر يعني summary للتقييم. Evaluation of student satisfaction level اللي هي بيكون في عندنا تقييم من قبل الطالب لعضو هيئة التدريس، اللي هو اما بيقيموا satisfaction with the level of instructional expertise، satisfaction with the amount of knowledge، يعني طبعا هذه جامعة الشارقة يعني متميزة فيها بشكل كبير جدا وتتناول جميع هذه الجوانب،
يعني أنا على اطلاع بكيفية التقييم وحالي كحال زملائي، فكل جوانب التقييم التي يقوم بها الطالب يعني موجودة تقريبا بنسبة 90-95% من ما ينص عليه الانستركشنز تبعت اليو ان دبليو تيديكوان. الآن نأتي لكيف إحنا نتابع الطلاب بعد التخرج. حكيت أنا طبعاً بشكل مستفيض في البداية سواء من خلال الإحصائيات إنه إحنا نشوف قديش في عندنا طلاب توظفوا في مجال السياحة والفنادق، نعمل لقاءات معهم، نتواصل معهم، نسمع مشاكلهم إذا كان في عندهم مشاكل كيف ممكن إحنا نساعدهم. أيضاً إنه إحنا نتواصل مع الجهات الموظفة ونسألهم هم كمان كيف عم بيشوفوا الخريجين تبعونا، وهذا طبعا زي ما حكيت لكم كله لازم يكون في evidences وليس كلام شفهي، لأنه الاوديتس أو الاوديتورز ما بيبتنعوا بالكلام. نأتي للarea of analysis number 2. زي ما حكيت لكم يعني أنا يعني ليش تناولت 2 areas of analysis، لأنه بصراحة تفاصيل كثيرة يعني من الصعب انه يعني حتى انا هذول 2 areas of analysis يعني تناولت اهم الاشياء فيهم. The aim of this process is to verify the existence of an organization structure. هل في organization structure على مستوى الجامعة، على مستوى الكلية، على مستوى القسم؟ فهذه يعني موجودة اكيد في جامعة الشارقة، وسواء على يعني مستوى الإدارة العليا تضم الorganization، تضم الquality assurance. يعني نحن في إن نائب مدير الجامعة للفعالية المؤسسية والاعتماد أو ضبط الجودة. في عندنا كمان شو هو الorganization، كيف لازم يكون شكله، يعني الorganization structure لازم يكون في هناك عبارة عن رسم بياني زي اللي أنتم شايفينه الآن، ولكن بالتفصيل يكون مثلا في الرسم البياني للمؤسسة والكليات ونواب الرئيس، ويكون أيضا موجود على موقع الجامعة. بالإضافة لازم يكون job position descriptions واللي هو دليل وصف الوظائف، لو ما يعرف باللغة العربية دليل وصف الوظائف، يعني كل جامعة يجب أن يكون لديها دليل وصف الوظائف، إنه هذا مثلا إداري يجب أن يكون له وصف وظيفي معين، هذا النائب الرئيس لازم أن يكون له وصف وظيفي معين، هذا رئيس قسم لازم أن يكون له وصف وظيفي معين، ويكون كله موجود في كتيب يعني يتم تقديمه للجنة. Work Environment Questionnaire أيضا يجب أن يكون يتم تقييم الإدارة من قبل أعضاء التدريس ومن قبل الموظفين، وهذا أيضا موجود في جامعة الشارقة. نأتي للكواليتي أشورانس. إحنا حكينا بالأول عن الأورجانيزيشن والمانجمنت، لأنه إحنا في عنا الأورجانيزيشن وبعدين الكواليتي أشورانس، فإحنا تناولنا الأورجانيزيشن بشكل سريع. الآن نتناول الكواليتي أشورانس اللي هي لازم يكون في عندك كواليتي بلان على مستوى القسم، ولازم يكون في مونيتورينج، يعني يعني مش فقط أنت تعمل خطة الجودة، ويجب أن يكون أيضا هناك متابعة مونيتورينج على كل مرحلة من مراحل الكواليتي مانجمنت. يعني انت تخطط، تنفذ، تقيم، بعدين ترجع تعمل مونيتور، عفوا تقيس، اللي هي مثلا بلان تخطط، امبلمنت تنفذ، اسس تقيم، مجر تقيس، مونيتور ترد تقيم، بعدين ترجع عفوا مونيتور تدقق وتقيم على ما تم انجازه، بعدين يكون في كونتينوس امبروفمنت، تعطي تقرير شو تم انجازه وهل ما هي الدروس المستفاده، ترد تعطي كمان دورة ثانية اللي هي identify requirements، يعني شو احنا بيلزمنا، ترد تخطط، ترد تنفذ، وهكذا يكون في عملية متابعة للتحقق من وجود الجودة بشكل مستمر. Information regarding the inclusion of the purposes and principles of the Global Code of Ethics. نرجع شوي للGlobal Code of Ethics للstudents والmanagement، لأنه أنا صحيح تناولت للstudents والmanagement ولكن فقط من ناحية يعني سيلف اسسمنت، ولكن ايضا في جانب عندنا الجلوبال كود اوف ايثكس يجب ان يكون كل الاريز اناليسز اللي هي الامبلويرز والستودنتس والكريكولم والمانجمنت فاكولتي، يجب ان يكون هناك تضمين بشكل كبير للجلوبال كود اوف ايثكس في كل اريا من هذه الاريز. انفورميشن ريجاردينج ذا انكلوجن ستودنت اريا، في هناك عباره عن مجموعه من الاسئله التي يجب الاجابه عليها
يعني انت كيف انت inclusion the purposes and principles of the global code of ethics into the program من خلال the student area. يعني انت كيف ضمنت المبادئ والمبادئ والاغراض من المدون العالمي لاخلاقيه السياحه كيف ضمنتها في البرنامج من خلال the student area. الان طبعا هو موضح لك يعني كاتب لك كل الاسئله التي يجب انك انت تجاوب عليها بالنسبه للستودنت ثيوري وتدعمها طبعا بايش بالافيدنسز. مثلا in the admission of students does your institution program respect the quality of people in terms of sex race religion political view الا هي هل هناك في تمييز ام ما في تمييز بالنسبه للقبول او سياسه القبول في الجامعه من ناحية الجنس ذكر وأنثى ريس العرق أبيض أسود ريليجين مسيحي مسلم political view بناء على الأفكار السياسية وما إلى ذلك. Does your institution program promote understanding and respect among the students؟ هل الجامعة أو المؤسسة أو البرنامج تروج لفهم واحترام المتبادل بين الطلاب؟ Does your institution program promote the mobility of students؟ هل هناك في برامج تبادل للطلبة؟ Does your institution program evaluate students on knowledge, skills and values؟ إلى هي هل الجامعة أو هل البرنامج يقيم الطالب بناء على المعرفة والمهارات والقيم؟ أيضا number 5 according to article 5 of the global code of ethics tourism professionals should carry out studies of the impact of their development projects on the environment and natural surroundings. بيكون في عندك يعني دراسات حول تأثير الـ development projects على البيئة والمحيط البيئي. Does your institution program have programs that strengthen ethic values in the students' behavior؟ هل يتم أو هل يقوم البرنامج ب يعني تعزيز أو تقوية الجانب أو القيم الأخلاقية في سلوك الطلبة؟ دكتور عفوا تفضلي باقي دقيقتين فقط احنا عوضنا التايم اللي ضاع علينا دقيقتين فقط لنعطي فرصة للمناقشة او موضوع صراحة جاء ممتاز واكيد اكيد الكل عنده فضول يسأل تفاصيل عشان احنا ان شاء الله نحذو الحذو هذا تفضل دكتور بس دقيقتين ان شاء الله ان شاء الله دكتور طبعا بالنسبه للمانجمنت يسالوا مثلا عن البيئه الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه وايضا يسالوا عن تطوير البرامج والاكشن بلان والكريكولم من قبل الاداره وهل هي تدعم هذا الشيء ام لا. وثانكس لوت فور يور اتنشن وشكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم واهتمامكم. واذا في حدا عنده اي سؤال او اي استفسار او اي مداخله يتفضل. شكرا دكتور وسامحنا على الاستعجال لكن الوقت يعني نحن حاولنا نعوض ان شاء الله لان ضيعنا عليك 10 دقائق انتظار صراحه دكتور يعني موضوع جدا رائع مثل ما قلت لك وشيق واكيد الكل عنده تساؤلات وفضول للتساؤل نبدا في تلقي الاسئله في من يعني يريد ان يسال يحاول يفتح يرفع ايده عبد الله وعبد الرحمن واضح عندي الاسم تفضل رافع ايدك عبد الله الهوتي او الحوتي تفضل السلام عليكم ورحمه الله السلام دكتور وعليكم السلام ورحمه الله ايوه دكتوره بدري تسمعني عدل ولا نعم نعم اسالك بس العرف باسمك لو سمحت اساس الجميع يعرف من حضرتك وياكم القادر عبد القادر عبد القادر الهوتي وياكم الطالب دكتوراه في قسم التاريخ وكذلك موظف في مكتبة كلباء مكتبة جامعة الشارقة في فرع كلباء وصديق أخونا سعد أخونا شقيق نعم 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 صغيروني ترى هو صغير ترى ما صغير وعلى فكرة يعني أخونا سعد ترى يعتبر مواطن لأنه من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة ما شاء الله من نعم هو من معلومة مواليد جديدة دكتور وأبوه كذلك كان يعني مدربنا ويعني أيام العسكرية قديما يعني ف منه فينا مبحد غريب يعني والنعم فيه والنعم فيه الله يحفظك دكتورنا دكتور عبد القادر انت اخ عزيز الله حبيب حبيب استاذ سعد الدكتور سعد اثار موضوع جدا مهم جدا جدا مهم وهو الكواليتي الجوده اخواني انا لا ما عندي سؤال وانما اضافه على اخوي سعد
دكتور سعد تكلم عن شيء جدا مهم وهو الجودة كواليتي. يعني عندما نتكلم عن الكواليتي يعني موضوع كبير، بحر كبير هذا البحر يا جماعة. موضوع الكواليتي يعني نحن نسميها الجودة أو ما هو الأفضل. الآن دكتور سعد تكلم إضافة لنفسي ولإخواني وأخواتي لا فاضل مع الدكتورة بدرية. شكرا دكتورة بدرية على هذه المقدمة الرائعة، وأنت دائما تتحفينا بأسلوب رائع وراقي، وهذا يدل على يعني أسلوبك دائما اللي نحن تعودنا عليه. ودكتور سعد جاب شيء، شكرا يا عبد القادر، شكرا بارك الله فعل حقيقة. دكتور سعد جاب شيء لا أعتقد، وأنا يعني حكم الآن فترة بسيطة موجودني، لا أعتقد أن حد جاب عن موضوع الجودة. إذا تكلمنا عن principles of the quality principles، في هناك يسمونه القواعد الأساسية principles، يعني يعني الشيء الأساسي في الجودة. أول شيء يتكلم عنه customer، أول شيء يتكلم عنه customers. الكاستمر يعني الكاستمر يعني ممكن نقول له مثلا الطلاب، الآن احنا بحكم أننا نتكلم عن الطلاب. ثم قال HQ في البرنسبل سكند برنسبل، يعني HQ بيكون طبعا هو كما معروف نتكلم عن الجامعة، جامعة الشارجة. هذا الريال اتحفنا اليوم فعلا حقيقة، لا أمدحه، هو أخونا وصديقنا ودكتور تاج راسنا، لا ابدا ما اتكلم عن شيء، فعلا كنت اتمنى اني اسمع هذا الشيء. الرجل فعلا اتحفنا عن الجوده، موضوع الجوده. شكرا جزيلا دكتوره، حبيب قلبي، وهذه حقيقه يعني دكتور. الان اذا تكلمنا عن الجوده اخواني واخواتي الافاضل، لست متعالما وانما اتعلم من كل انسان حقيقه، وانا دائما اقول اني دائما ابحث عن العلم وين ما دار. وأنا تكلمت عن الجودة قديماً يوم كنت محاضر في أكاديمية ربدان، وما كنت يعني ما يعني it's not my big deal won't explain that much، لكن حقيقة خلينا نتكلم عن الجودة. الرجال يتكلم عن الجودة، ما معنى الجودة؟ تكلم عن الأفضلية سواء كان طلاب، سواء كان الدكاترة، سواء كان المؤسسة وهو الشخص الاعتباري في القانون نسميه الشخص الاعتباري. الآن الريال الله يطول بعمره، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، يوفقه ويوفق كل السامعين. كلمة جميلة قالها، ترى نحن نبحث للأفضل. ها ركزوا معي أخواني أخواتي، وأركز نفسي وياكم، نحن نبحث للأفضل. وهذا الموضوع جدا متشعب، أحيانا ولا نقول أبدا، يجب أن ننظر المسائل أكثر بعدا. يعني لازم نشوف شو الجامعة هاي، سواء كانت عندنا وين فروعها، وين الرئيسية. الجودة حتى عندنا في المؤسسات، إذا تكلمنا عن الوزارات إخواني إخواتي، الوزارات العام، وزارة الداخلية كانت الأولى في موضوع الجودة. العام اللي قبله كذلك، واللي قبله كذلك. نحن نتعلم. وزارة التربية والتعليم، يعني أنا لست هنا مخولا اللي أتكلم عن أرقام، يمكنكم ترجعون وتطالعون، ولكن في النهاية أنا أؤيد كلمة أخوي سعد على، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى استراتيجية ها ركزوا، استراتيجية معينة حتى نكون فعلا من مو مجرد بس إن الجامعة هكذا مجرد بحوث وانتهى، لا يحتاج تنظيم حقيقي. وأنا أشكر فعلا دكتورة بدرية على يعني warm words، الكلمات الدافئة اللي تكلمتها، وأشكر أخوي الدكتور سعد، وأتمنى سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إن شاء الله. شكرا سادي، شكرا أختي، بارك الله فيك شكرا. تفضل دكتور، في نتلقى سؤال آخر بعدين دكتور تعلق. هل من سؤال آخر؟ حد عنده مداخلة؟ تفضل دكتور يعني اللي تفضل فيه الدكتور عبد القادر، يعني هو الجودة هي عملية مستمرة، ويعني يجب أن تكون في جميع مفاصل الدولة، سواء كان وزارة، سواء كان جامعة، سواء كان مستشفى، سواء كان شركة خاصة.
فدائما وابدا الشركات الناجحه والمؤسسات الناجحه يكون فيها قسم بيسمونه بزنس ديفلوبمنت، هذا اذا كان على مستوى الشركه، او كواليتي اشورنس مانجمنت في الجهات الحكوميه، وتطوير المنتج بناء على معايير الجوده، كيف احنا نطور منتجنا سواء كان جامعه نطور المنتج تبعنا اللي هو الطالب. وزي ما حكيت بالمحاضره فيما سبق، حكيت انه الجوده ليست فقط هي التحصيل العلمي، ممكن يكون في هناك نشاط، ممكن يكون هناك في جانب نعززه عند الطالب، لانه انت تعطيه ليس فقط النوليدج وانما ايضا السكيلز، مثلا زي مثلا الكوميونيكيشن سكيلز. وبعدين الطالب اللي عندك مش بالضروره يشتغل في نفس الفيلد اللي هو تخرج منه. زي ما حكيت احنا بنعمل بوست او بوست جراجويت فولو اب، يعني احنا بنتواصل مع الخريجين وبنعرف، وما بدنا نحكي كلام مثالي انه الطلاب تبعونا دائما بتعينوا في قطاع السياحه وقطاع الضيافه، لا، احنا امام واقع انه الطالب بيتعين احيانا في مجال غير تخصصه، وبالتالي يلزموا بعض المهارات اللي ممكن تتشارك بين اكثر من برنامج. يعني مثلا ممكن يكون يتخرج من عندنا يشتغل في الجيش، يشتغل مثلا في قطاع خاص في الاقتصاد، في بنك، في اي جهة اخرى، وبالتالي هو ليس فقط يلزمه النوليدج وانما السكيلز ايضا، اللي هي يعني المهارات اللي الكثيرة، يعني سواء من خلال مثلا المساقات يكتسب بعض اللي هي احنا بنسميه اسلوب التلقين، او البحث، ممكن هو كمان يصير في عنده ملكة البحث. ايضا بالمهارات اللي هي مهارات البرزنتيشن، الكوميونيكيشن، سواء اثناء مثلا العرض التقديمي لمشروع تخرجه او بحث، او مثلا اثناء التدريب الميداني كيف يقدم، كيف، فهذه كلها مهارات تقدمها الجامعه، ليس فقط المعرفه وانما ايضا المهارات والقيم اللي ياخذها هو من الجامعه. فهذا احنا عندنا المادة الخام، وفي عندنا يعني الانبوت والبروسيس والاوتبوت. الان البروسيس هو في الجامعة، الانبوت هو اجاك، سواء اجاك ضعيف متوسط او عالي مستوى، انت الان تشتغل عليه في بروسيس داخل الجامعة وتخرجه الاوتبوت، سواء كان في قطاع السياحة، في قطاع الضيافة، في قطاع الاقتصاد، في قطاع النقل، في اي قطاع اخر، انت تسلحه بالمعرفة وتسلحه بالمهارات وهو يشق طريقه بنفسه. الله يعطيكم العافية. بارك الله فيك دكتور، شكرا شكرا لك. هل من مداخلة أو سؤال؟ إذا دام إنه ما في، كل الشكر والامتنان لك دكتور لهذا الموضوع الرائع. نتمنى لو يكون ورشة فعلا في المستقبل للأساتذة وللجامعة، أكيد نستفيد جدا من هذا الكلام الذي ذكرته. وفعلا الجودة، نحن يعني لا تنقصنا الجودة والحمد لله، يعني أخذت الجامعة المركز الأول، نريد أيضا أن نكون الأفضل دوما وأبدا، ومن طلابنا أن يكونوا هم دائما في المركز الأول كما هي بلدهم في المركز الأول، ونفتخر بذلك يا شباب، ودائما نسعى مثل ما قال الدكتور إلى الجودة وإلى التميز، في سواء في على حياتكم الخاصة أو حياتكم العلمية والعملية. كل التوفيق أتمنى لكم. شكرا دكتور على هذه المحاضرة الرائعة، وشكرا للحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في محاضرة جديدة تضيف لنا كما تضيف للجميع، وشكرا لحضوركم. مع السلامة. لحظة بنحطي بس الرابط، عفوا الرابط، نسينا الرابط للتقييم المحاضرة ولل شو اسمه، عشان تحصلون على الشهادة. الشهادة مجروحة، الشهادة مجروحة دكتورة، ما يحتاج. دلال ممكن تساعديني بس في الرابط لأن ضاع ما بين الدوكمنت. هي الله تكرمك دكتور، هلا بضيف. بارك الله فيك، بس اعطيني دقيقتين من بعد اذنكم جميعا ان شاء الله. انا بس ادور الرابط بعد، والله كنت حاطته انا بس. بنبقي تقييم للمحاضره الرائعه هذه،
وتقولون الحين قيمتي دكتورة بدرية نحن لازم نقيمك انت يا عاد جزاك الله خير والله افتخر بتقييمكم بارك الله فيك يا عبد القادر شكرا بارك الله فيك بس تاخذون الرابط وان شاء الله تصلكم الشهاده مباشره وبعد غدا وشكرا لكم شكرا دكتورة بدرية ما يعطيك العافيه بارك الله فيك دكتور صراحة أسعدتنا وبعد على فكرة إحنا على موعد آخر مع محاضرة للدكتور سعد إن شاء الله بعد بشكل جميل وهاي كلها في مجال السياحة وشبابنا يستفيدون في المستقبل إن شاء الله بعد يكونوا في مراكز نفتخر بهم فيها إن شاء الله دكتور إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شهر أربعة هي إن شاء الله دكتور بدرية نحن نتمنى إن شاء الله نحن نقدر لو في مجال نقدر نعطي المحاضرة إن شاء الله يعني أكيد في... أكيد ليش لا بالعكس نأخذ منكم الإذن يعني حكم أنتي يعني ساعاتك يعني مسؤولة وإن شاء الله يعني أنا أتكلم عن يعني كيفية القراءة أو عن القراءة بشكل مجمل إن شاء الله حياك الله بالعكس نحن نبغي الطلاب يشاركون إن شاء الله في البروجرام القادم إن شاء الله ليش لا ذكرني ضرش لي إيميل وإن شاء الله الرابط الحين موجود يا شباب وشابات الحاضرين تفضلوا يعطيك العافية جميعا شكرا يا دلال شكرا بارك الله فيك الرابط شكرا 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 مع السلامة بارك الله فيك شكرا مع السلامة